500 هكتار تاع الدلاع هزها الماء، فلاح يبكي يلقى ربك عبد الدلاع في 500 هكتار فلفل وطماطم هزها الماء، منين باش يجيبوا؟ ثم هذيك المشكل اللي هنا الوحده هو الفيضانات اللي صارت الاخرانيه، خاطر هذه حكمه الله سبحانه وتعالى. شوي شوي تقول يبيعني يا لوحل، هذه الناس ما تعرفهاش الا انا باش نبيع بالغالي، وهذاك يتعدى يوم يشتريش وما يشتريش. مع السخانه هذه غدا بالسيف عليه باش اللي كان يبيع برا باش يبيع حبل فيه. انا نجيب لك العنب غدا ما نبيعش غدا باش نرخص فيه. لا لا استاذ العنب انا نبيع فيها ب 4000، عندي جمعتين عز عنب بلاش قلوب بنبيع فيها ب 4000. اي اعطيني 3 كيلو تاع 4000 اخي الفدا بتاعته مش تا نوريك ايش ايش انا عنب ب 4000 انا عندي انا ب 4000 وناوي نسبتك انت. اه هاي نسب رجع عمل لي 6000 5000 قلت له انا بتفرج بيا ضامن وانا عارف. اليوم كي نحكيو على السوق في الصيف تحسوا هكا فارغ السوق؟ ايه ما خلنا نسكن معاه في عطله مصيفه. ايه مش كيف شبكه خلنا نمس الصيافه بركه. تي باساجي معنا هذاك ديما هكا راه. مش انا طارش عندي في السوق عندي 60 سنه راه. مش عام مش اثنين. اما البرودوي هذي ديما نعرفه خاصة تاع سانسونيك تبدا ناقصة شوي. علاش ما عادش نشوفوا برشا برشا من الناس يجيوا للسوق خاصه انا احنا تو 8 نتاع الصباح في سوق مرشد الدين البحري ما قله من العباد اللي جيت حتى الحوين ثاني قاعد شفيه مسكر هي خذ هربوا منا ما خاطر ضم السيد يخو بدينار يبيع ب 3000 من هربوا من جزمة الغلاء. هذه الحاجه الوحيده اكبر حاجه قاعده تخدم كان جماعه الربا فيك هم مرشي يشوفوا كامل ما كانش هكا ادخل داخل ما ثمش زوز نصب فيه من الغلاء. شكون من الناس بالرغم انه صيف ونعرفوا في موسم تاع فلفل مثلا وموسم تاع دلاع علاش حاجه بدينار يبيعوها ب 3000؟ هي خاطر مش منهم هما راه فبالك انت السنه موسم تاع الدلاع وتاع فلفل الشطر وهزوا الواد منين يجي الفلفل والطماطم منين؟ من القصرين من جاي من سيدي بوزيد ولا لا في بالك العمليه الاخرانيه ما عادش 500 هكتار 500 هكتار تاع الدلاع هزها الماء فلاح يبكي يلقى ربك عبد الدلاع في 500 هكتار فلفل وطماطم هزها الماء منين باش يجيبوا؟ ثم هذيك المشكل اللي هنا الوحده هو الفيضانات اللي صارت الاخرانيه خاطر هذه حكمه الله سبحانه وتعالى احنا نعرفوها اما ناقصه برشا مش وزاد مش جفاف اللي سلوا قبل سلوا ما ثماش سلوا بعد سبعه 8000 راه تو نحمد ربي اللي هبطت شويه راه والغلايه يعني. وحسب ما تشوف توا الاسوام قاعده في المتوسط معناها يعني عندها في عند المواطن نجم يشري نجم يشري اما يعني اللي كان يشتري في كيلو ولا يشتري في رطله صح اه ما شوف منين مكتوب فارغ خذينا نعرفه شيء الصيف حتى هو ولا التبحيره ولا ايه ما نحكوش على البحر ما نحكوش السنه السلعه راهي ناقصه جانا جفاف ما كانش هكا راه لو ما كانش جفاف فلفل تو خاصة تو طماطم راهي ب 800 فرنك الفلفل راهو بدينا نحمد ربي اللي وصل السوم هذا هبط مالش تو كيلو العنب ب 4000 فهمتني الخوخ تفاح ب 2400 متوسط وباهي اما المواطن جيبه فارغ بالرغم وصلنا انه مثلا موسم العنب فما برشا مواسم تو الخوخ ولا والواحد ولا فما برشا مواسم تاع غله موجوده برشا لكن نشوف فيها غاليه في السوق. اي خاطر مش نتاعها هي مازالت العنب راه برودوي مش تاع النبته هذه الاولانيه راه الجوف الاولانيه تبدا ديما غالي اما زيد شويه كل شيء ترخص راه. الا انت اليوم تسمى تاكل العنب ب 4000 وانت ما تشريش وهذاك ماشي اش يعمل له هو غدو؟ ماهيش باش تجيب له شوي شوي تقول يبيعني يا لوحل هذه الناس ما تعرفهاش راه. الا انا باش نبيع بالغالي وهذاك يتعدى يوم يشتريش وما يشتريش مع السخانه هذه غدا بالسيف عليه باش اللي كان يبيع برا باش يبيع حبل فيه اجباري اما يبيع ولا الى واحد في الزبل معناها احنا في الصيف من غير ما نقعدوا نستعملوا سياسه المقاطعه لا 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 توا وحده وحده يبيع سلعته خاطر الدنيا وحده وحده كي يشوف باش يهبط بهبط بالترانة انا كي نكلم فيك انا كي نكلم فيك خضار هاي نسبتي لهنا كي نبدا انا باش نشتري انا ب 4000 والمواطن ما عندوش باش يشري ب 4000 شو يعملها؟ انا قلت ما في سباتي ولا شو باش نعملها؟ ترخص فيها بس سيف علي اجباري
هذه كان ينحو حكايته من شريش وهذا كما يشيش كأنا خذها وما يشيش من عندي باربع آلاف اليوم غدرة تقابة فيه باش تشري ما عود تشتخو كيلو باش تشتخو سوس كيلو فهمني وعود باش تشتخو مثلا يجي يقول لك عطيني رطل ورطل باش يعمل له رطل فهمت هتاو الغلة راي وحدة تحكم في السوق خاطر الموسم تاع الصيف هذا برشا ناس ما يعرفوهوش انا نحكي لك خذا تاع غلة تاع مثلا كان عندي 60 سنة نعرف الاسواق كيفاش تخدم ونعرف شكون شارك في الشاشه اليوم هذاك يجيب شيخ عندي ب 4000 ما عندوش 4000 يجيب غدا كي تعدى يجيها ب 2000 يوقف يعمل فران ويشري ما عندي بسيط لا 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 ما يسقط عايش لا 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 ما جمعه على جمعه انا نجيب لك العنب غدا من بحاجه غدا باش نرخص لا لا سال العنب انا نبيع فيها ب 4000 عندي جمعتين عز عنب بلاش قلوب وبنبيع فيها ب 4000 اي اعطيني 3 كيلو تاع 4000 اخي فدا بتاع تمش تاو نوريك ايش ايش انا ايش انا ب 4000 انا عندي انا ب 4000 وناوي نسبتك انت هاي نسب رجع عمل لي 6000 5000 قلت له انا بتفرج بيا عامين من عارفين يا ودي يزب لا الكلام نتاعك ولا روايخ نتاعك كذاب انت وصفي والله انا نبيع فيها ب 4000 العنب هاي التفاح قسما بالله حلو وعسل يعني نبيع فيه ب 2400 اللوز اللي يخدموا فيه ب 3000 انا نبيع فيه ب 1200 رطل ولو جيت عندي الناس بنقول لك ايش صورني راني بلا شاهد كذاب فهمت هنا راه كل واحد كيفاش يحب يبيع كل واحد على زي راسه على زي راسه انا عندي انا علاش البارح كملت نقص هم يبيعوا ب 6 انا نبيع لهم ب 4 تفاح يبيعوا فيه ب 4500 انا نبيع فيه ب 2000 هاي نصتي موجوده ها هيك قابل المحيرس معروف ما فيش واحد ما يعرفنيش انا عز السوام عندي علاش نكره حساب غوت كان بيع كان ب 4000 كنت باش نبيع 100 كيلو نبيع 200 كيلو فهمت هذا وهذا بالطبيعه ما نتصورش انه يتسمى مضاربه في الاسعار لكن يتسمى انك تعاون في المواطن انه باش يشري حاجه يحبها يحبها وعمري قسما بالله الصباح انا مازلت قسم الى عمري بعت سقاطه غاديك في راس بنتاع ها الناس بتاع غادي ايش شو العنب بلاش خلو صفر هذا بيع فيه ب 4000 البارح اللوز انا هش بيع فيه ب 2400 التفاح بيع فيه ب 2500 خوخ بوتا وقاي ما ادراك قصه من بالله العظيم ملك الغله ملك الغله عندي انا عز خوخ نبيع فيه ارتل ب 2000 فرنك هاي الكعبه مدوره وعسل خوخ تما عندنا خوخ يسموه احنا كراميل مش كهرباء كراميل والله نبيع فيه ب 500 رطل حلو وعسل ما ثماش واحد ما يخش عليه باش ياخذ زوز كيلو 3 كيلو اسال واحد قول له نصبت بو جمع اللي هنا قبل المحيرسي شو السم اللي يبيع به ويجوني من المرسى من اي بلاصه يعرفوني يجوا يهزوا معي ويمشوا له وعندي حاجه عقارسه وخالص نقول لك لا راه هذا راه قرص بالنعناع بالبينة بالأدلة عمري ما غشيت بشر وعمري ما نعطيه حاجة ناقصة حصلوا أول مرة نشوفوا أنه بياع وخذار يكون صريح مع مواطن معنا أي صريح ما يعرفوني لهنا راه مش نكذب ولا نعمل ظهر مورود يسألوني يقول لك هذاك راه معروف يجوني بالذم يجوني بالذم تو أنت عندك بيبي قول له بربي شيخ أنا رتيل تفاح الولد صغير باش نطيبه له أنا نقول له هز طيب وأنا راسي يسد قارس نقول له لا ما تهزش نعمل هكا برا خويا تعدى ما نبيعوش فما كذا اللي عندي حاجه طايبه نجي الموت نقول له ها هي كعيبه اثنين باش تعاني معايا انا كي نروح للدار يا يدي عليك بالخير ثم ساعه جي نقول له امي ما عندهاش في السنه لا والله نعطيك الحاجه طايبه على قد فم قول لي راه يوم البارح ترحم عليك وتدعيك بالخير اي واحد يسال عليا تو يقول لك شكرا يعيشك مانيش يا خاطر جديد في الغلب دومين هذا دومان راني قديم ياسر من الثمانينات وانا في الدومان هذا مع ناس قريه ساعه نص حط الميزان ما نحطش على البسكور نزول بكفيتي